كيف الشباب اليوم؟ اليوم رح قلكن عن خطأ كتير شائع بتمارين الكتف، وهذا الخطأ بخلي التمرين يفقد أكثر من 50% من فائدته. طيب، هذا الخطأ هو تحريك الكتف، هيكل الكتف لفوق ولتحت أو لقدام ولورا أثناء التمرين. يعني لما أنا بدي أتمرن رفرفة جانبي على سبيل المثال، لما بدي أفتح إيدي لبرا، الكتف هذا لازم ما يطلع لفوق، يعني لازم ما أتمرن أنا هيك، لأنه لما أرفع كتفي لفوق رح تشتغل الترابز بشكل كتير كبير. فإذا الكتف لازم يكون نازل لتحت، ما يتحرك، وافتحه لبرا بهذا الشكل، ارخي كتفك لتحت وافتح الوزن لبرا، هذا الوزن افتحه لبرا بكوعك. أوكي، يعني الوزن هذا بهي الطريقة، هذا هو التمرين. بالنسبة لعضلة الكتف الأمامية نفس النظام، كتفك لازم يكون مرخي لتحت، لا ترفع كتفك لفوق. أوكي، بترخي كتفك لتحت وبتطلع بشكل ربع دائري لقدام ولتحت بهذا الشكل. أما إذا بدك ترفع بكتفك بهي الطريقة، شغلت الترابس، فإذا غلط. بالنسبة للكتف الخلفي، العضلة الخلفية كمان نفس النظام، ارخي كتفك لتحت وافتح الوزن لبرا. إذا بدك ترفع كتفك لفوق رح تشغل الترابس من تحت، ورح تدخل ظهرك بالموضوع، ما رح تستفيد كتير. يعني إذا بتعمل هيك، هيك الكتف عم يطلع لفوق، ما رح تستفيد كتير. لازم ترخي ايدك لتحت وتفتح الوزن لبرا بكوعك، افتح الوزن لبرا بهذه الطريقة. خلينا نشوف من هون الفيو كيف رح يطلع. ايه، هيك افضل. لا ترفع بكتفك، هذا ما يطلع لفوق، ارخي لتحت وافتح الوزن لبرا. شباب، عضلات الكتاف كتير صغار، مو محتاجين وزن تقيل كتير، محتاجين تكنيك صحيح أكتر من الوزن التقيل. جربوا هاي الطريقة اللي قلتلكن عليها، ورح تشوفوا فرق كتير كبير، ورح تحسوا بكل عضلة وبكل جهة وبكل زاوية. أتمنى الفيديو يكون فاتكن، أشوفكم الفيديو الجاي.